السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله طلاب الصف الرابع، طلاب وطالبات. اليوم إن شاء الله درس مراجعة قبل الامتحان الشهر الأول، هي عبارة درس الأول لدرس الثامن. حابة أذكركم بشغلة يا مس، إنه التلاوة مو داخلة معانا بالامتحان، فبصفي عليك يا مس 6 دروس في الامتحان. نبدأ يا مس بسم الله وبركة الله. الدرس الأول الاستعاذة والبسملة. الاستعاذة والبسملة مثلا نفرق بين شيئين، احنا المرة ما شرحنا، لكن احنا بنذكر تذكير للامتحان مراجعة سريعة. في فرق بين الصيغة وفرق بين الموضع والتعريف. لما اجي احكي لك الاستعاذة، ما هو صيغة الاستعاذة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما هي مواضع الاستعاذة؟ حكينا يا مس انه المواضع الاستعاذة عند تلاوة القرآن الكريم. بس بتذكر يا مس، احنا كتبنا تحت في نهاية اسفل الصفحة انا انه كتاب جديد يا مس، فالتعليم عندي مش موجود. اخذنا عن مواضع البسملة الاستعاذة، منها تلاوة القرآن وايضا الغضب، عند الغضب. ما معنى الاستعاذة؟ انه نسأل الله ان يحمينا من شر الشيطان. ننتقل الى البسملة. ما هي البسملة يا مس؟ حكينا ان نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ما معناها؟ اي ان نبدأ مستعينين بالله. ما هي صيغتها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مواضع البسملة يا مس حكيناها، واحد عند قراءة القرآن الكريم، وحكيت في إيش مشترك بينها وبين الاستعاذة. 2 عند دخول المنزل والخروج منه. 3 عند تناول الطعام. وبمختصر بداية كل عمل محمود يفعل المسلم. هذا يا مس تلخيص سريع للاستعاذة والبسملة. ننتقل إلى آداب الدرس الثاني، وهو آداب طالب العلم. أداب طالب العلم يا مس هون شرحينا إياها بشكل يعني مختصر. إخلاص النية لله، 1 2 العمل بما يعلم، احترام المعلم وتوقيره، حسن السؤال، المحافظة على مكان التعلم وأدواته، واحترام طلبة العلم. نأتي إلى كل واحد منها. إخلاص النية لله، كيف تكون إخلاص النية لله؟ حكينا النية محلها القلب، وهو أن يعمل المسلم على كل شيء يأمر الله سبحانه وتعالى إرضاؤه والنفع للآخرين. إنما الأعمال بالنيات. هذه الحديث يدل على إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. 2 العمل بما يعلم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. عندنا هون يا مس كيف يكون العمل بما يعلم؟ فقط جوابه أكي من كلمة، وهو تطبيق ما يتعلمه في حياته اليومية. ما بدنا إشي منك غير أنك تطبق اللي تعلمته فقط. هذا يكون كيف يكون العمل بما يعلم، وهو تطبيق ما يتعلمه في حياته اليومية. الآية بتدل على ذلك، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. ننتقل إلى ثالثا، وهو احترام المعلم وتوقيره. كيف يكون احترام المعلم وتوقيره يا مس؟ حكينا إنه نظهر المحبة له، نحترمه، نجلس أمامه باحترام، عدم رفع الصوت أمامه. أنا لما أسأل سؤال بستأذن منه قبل الدخول وقبل الخروج، أستأذن من المعلم. وطلبت منك هون يا مس إنك تحفظ نقطتين على أي شيء، أي نقطة بدك إياها. ننتقل إلى حسن السؤال. حسن السؤال، كيف يلتزم الطالب العلم بحسن السؤال؟ كيف أنت بدك تكون طالب علم تسأل سؤال في بداية كل عمل بتعمله أو سؤال بدك إياه؟ أولاً الاستئذان قبل السؤال. هذه بداية أي حدا، سواء كنت مع معلمك، سواء كنت مع والدك، مع أي شخص بدك إياه لازم تستأذن قبل السؤال. 2 بختار الوقت المناسب، وأيضاً لما أجي أسأل لازم أستمع، مش أنه ألف وجهي وخاصة سألت أمام ألف وجه، لا، لازم تستمع لهذا السؤال. هذا يا مس نحكي عنه حسن السؤال. وطلبت منك يا مس تحفظ فقط نقطتين. ننتقل إلى المحافظة على مكان التعلم وأدواته. كيف يكون طالب العلم محافظ على أدوات التعلم ومكان التعلم وأدواته؟ سهلة يا مس، إنه أنا ما ألقي النفايات والأوساخ على الأرض، وأيضا ما أخربش على الحيطان، أحافظ على أدواتي والمواد اللي بكتب عليها، اللي بجلس عليها، بحافظ عليها، مثل اللوح، مثل المقعد اللي تجلس عليه كتبك. هذه هي أدوات ومكان التعلم. آخر شيء يا مس مهمة، هاي احترام طلبة العلم. حكينا طلبة العلم هم الزملاء اللي هم أصدقائك. كيف أو أذكر أدب طالب العلم في احترام زملائه. كيف يحترم طالب العلم زملائه؟ بتقديرهم، بالحب الخير لهم، بمسامحتهم، عدم شتمهم، عدم السخرية منهم،
والإجابة على سؤال من يعني إذا هم يسألوني أنا بساعدهم في الإجابة على ذلك. وأيضا في إشي مهم، حسن اختيار الصديق. هذا يمس درس كامل من أداب طالب العلم. ننتقل إلى الرسم. طبعا يمس هاي التلاوة غير داخل بالامتحان، ركز عليها، غير داخل بالامتحان اللي هو الدرس الثالث. الدرس الرابع يا مس، الرسم القرآني والرسم الإملائي. قلنا يا مس حتحدثنا إنه عن أول بداية عن كتاب الوحي. من هم كتاب الوحي؟ هم الصحابة الذين كلفهم النبي صلى الله عليه وسلم بكتابة القرآن وليس الحديث، القرآن. بما طبعا مثال على ذلك، من هم الصحابة اللي صلى الله عليه وسلم كلفهم كتابة القرآن؟ حكينا زيد ابن ثابت ومعاوية بن أبي سفيان وأبي بن كعب. هذا يا مس كيف كتب القرآن باللغة العربية. طب بماذا يختلف رسم القرآن ورسم الإملائي؟ بماذا يختلف؟ طبعا يختلف باللفظ وليس آسف بالكتابة وليس باللفظ، يعني نقرأ نفس الكلمة هون نفسها هون يا مس، الإملائي والقرآني نفسها. زي ما أجي أنا أحكي لك مثلا هون يا مس طلع علي الصلاة رسم إملائي، رسم قرآني آسفة، والصلاة رسم إملائي، نفسها بقرأها الصلاة هون ونفسها بقرأها هون. لكن اطلع يا مس على الحروف هون كيف مختلفة، هون نفسها، هون الألف اللي احنا بنقرأها بحياتنا اليومية باللغة العربية عادي بالكتابة العادية اسمها إملائي، هون يا مس الواو ما بلفظها، حكيت لك يا مس بننزل الألف على طولها على الحرف اللي هي موجودة عليه. هذا الاختلاف بين رسم القرآني ورسم الإملائي. وضح جهود العلماء في الرسم القرآني، شو عملوا العلماء في الرسم القرآني الكريم؟ شو عملوا يا مس فيه؟ حكينا بشغلتين، أول إشي وضعوا الحركات ونقطوا الحروف، تذكر لما حكينا قل هو الله أحد، تذكر حكينا هون حطينا نقطتين، حطوا النقاط بعدين حطوا إيش يا مس؟ الحركات. هذا يا مس بالنسبة لجهود العلماء ورسم القرآن ورسم الإملائي. ننتقل إلى سورة النبأ. بشكر الطلاب كتير يا مس اللي صوروا فيديو بعتوا لي صورهم فيديو هم عم بيقرأوا اللي بتلو الآيات حفظ غيبا، لهم علامات طبعا عليها. ياريت مثل الباقي يعمل لي نفس الحاجة. سورة النبأ يا مس حكينا حفظ والمعاني حفظ. الموضوع الرئيسي لسورة النبأ حكينا إنه تتحدث عن البعث في الآخرة. ما المقصود في البعث في الآخرة؟ حكينا البعث في الآخرة يا مس إنه الله سبحانه وتعالى إحياء الموتى بعد إحياء الخلق بعد موتهم. من الأدلة على قدرة الله تعالى على البعث، إيش لك سؤال؟ اذكر لي مثلا أدلة على قدرة الله في البعث، احكي لي من سورة النبأ. يلا، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا. هذا كله يمس أدلة على خلق، على أدلة على قدرة الله سبحانه وتعالى، خلق السماوات، خلق الجبال، خلق الزوجين، جعل الأرض. بتحب تكتب لي الآية، بتحب تكتبها، بتحب تكتب لي تلخيص، هذا كمان ما عندي مشكلة فيه، الإجابة بتكون صحيحة. درس السادس يا مس مش داخل بالامتحان لأنه إيش حكينا عنه؟ تلاوة. ننتقل إلى الدرس السابع وهو الإيمان بالله تعالى. ما المقصود بالإيمان تعالى؟ حكينا إنه وهو الركن الأول من ركن الإيمان، وهو إنه نصدق لأنه الله سبحانه وتعالى خالق هذا الكون. بما أنه خالق هذا الكون فهو المستحق للعبادة، ما بنعبد إلا غير هو. وعند الله سبحانه وتعالى صفة الكمال، ولله المثل الأعلى وليس كمثله شيء وله الأسماء الحسنى. بينما هون كيف نؤمن بأن الله تعالى، كيف نؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى؟ أول إشي لازم نؤمن أنه بالله واحد أحد. قل هو الله أحد، ركز عليها، قل هو الله أحد، إن الله واحد فرد لحاله. أيضا نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى خالق هذا الكون، بما إنه خالق هذا الكون فهو الذي يتحكم بالأرزاق، صح؟ ثلاثة، يتصف بصفات الكمال وله الأسماء الحسنى. تذكروا شجرة يمس هاي اللي عملناها شجرة، قلنا زرعنا إيمان بالله، أنا زرعت إيمان بالله، حب الله موجود عندي في قلبي زرعته، شو حيصير عندي يا مس؟ الثمار حتطلع عندي، استقامة السلوك حتكون مستقيمة، أنا رح أرضى وعندي قناعة في كل شيء يقسم الله سبحانه وتعالى لي. ثلاثة وهي مهمة أهم شيء، الفوز برضا الله والدخول الجنة. آخر إشي يا مس معانا آدابنا الإسلامية. آخر شيء طبعا الحديث عندنا مس حفظ، حفظ عالدور بالترتيب. من راوي الحديث؟ عبد اللي هو يمس أبو هريرة. ما اسمه الحقيقي؟ عبد الرحمن بن صخر الدوسي. مثل ما حكينا، ما معنى عيادة المريض؟ وهي زيارة المريض، تشميت العاطس، الدعاء له بالرحمة.
لماذا يخطب أبو هريرة؟ لأنه مثل كان يعتني بقطة صغيرة. لما أجي أحكي لك حق المسلم على المسلم خمس، رد السلام، ما هي تحية الإسلام؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحسنت. عيادة المريض، زيارته، اتباع الجنائز، أي أنه إذا حد شخص توفي أني أنا أروح في أصلي عليه وأحضر الدفن، طبعا بحكي للذكور. إجابة الدعوة، وهي أنه أشاركهم في مناسباتهم، تشمية العاطس، واحد عطس شو بحكي؟ الحمد لله. اللي قدامه شو بحكي له؟ يرحمكم الله. شو يعني يرحمكم الله؟ أنا بدعو له بالرحمة. سؤال كمان مهم هون، ما حكم زيارة المريض؟ سنة. شو يعني سنة؟ يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، يعني أنا بعملها إلي أجر فيها، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه سنة. هيك يا مس احنا انتهينا من مراجعة سريعة للمادة، وإن شاء الله نستفيد، ويارت مثل الكل يستمع لهذا الدرس والمراجعة، ويعطيكم العافية وبالتوفيق إن شاء الله.